عايز مصالحة، عايز شريكه يقدم اعتذار ويصالحه، طيب خاطره زعلان، نفسه يبعد، نفسه يسيب العلاقة كلها ويمشي، نفسه يبعد. لا هو زعلان جامد، الدكتور زعلان جامد عايز يمشي. شايف شريكه ازاي؟ ده تغيير مكان، تغيير بيئة، سفر، يا اما مسافر الشريك، اما يكون مسافر، اما يكون يا اما هو بيسافر كتير او هو مسافر بالفعل، او يكون اوكي، او يكون بيبعد عنك، يعني هو بيعمل حاجة بعيدة عنك، انت ما بقتش بيته، انت ما بقتش مكانه، فغير البيئة بتاعته فبعيد. شايفك الطاقة ما بينكم فيها خناق كتير يا جماعة، في خناق كتير كتير مستمر مستمر، يعني تخلصوا من خناقة تخشوا في خناقة جديدة، تخلصوا من خناقة تخشوا في خناقة جديدة، الخناقة ما بيوقفش. الشريك عايز ايه؟ عايز مغامرة، عايز فرفشة، يعني لا عايز نكد ولا عايز زعل ويقعد يصالح ويدادي ولا لا لا لا، انا مش عايز الجو ده. بص ده عامل ازاي، واخد شنطته وطلع البحر اه، ولا في دماغه اصلا. شفتوا بقى الفرق؟ عايز ايه؟ عايز يجمع بين شخصين. انا اسفه جدا بس ده اللي انا شايفاه. شايفك ازاي؟ شايفك زي ما احنا شفنا فعلا في القرايه العامه بتاعتك، هادي، متزن، بتتعبد كتير، او انك انت فوضت امرك لله وفي حاله استسلام خلاص، عارف فوضت امرك لله. انا شايفه عمليه اصلاحات بتحصل، مش عارفه من انهي طرف، ما اعتقدش انك انت يا تور، بس يمكن تكون على الاقل فاهم بتعمل اللي عليك، يعني بتعمل اللي عليك وخلاص، بحيث انك ايه، ان العلاقه ما تنهارش كليا. فدي طريقتك للصلح، بس انا ما اعتقدش ان طاقتك فيها اي حاجه انك انت تعمل حاجه زياده عن كده، انت اكيد بتعمل اللي عليك وخلاص، اللي هو بس عشان ايه تبقى سديت الثغرات دي. بعدين انا شايفه اما هيبقى في حكم بينكم، حد هيجي يحكم بينكم ويعقلكم بقى، هيعقلكوا شوية. شايفة بعد كده اختيار، اوكي، في عملية اختيار، يعني اللي هو ايه، take it or leave it، هو يا ده يا ده، اختار. وبعدين شايفة مشاعر جديدة، مشاعر حب جديدة خالص هتتولد، شايفين ايد ربنا اتمدت اهي، تعالوا انا هنقذكم. هتحس بقى بحب تاني لشريكك، شريكك هيحس بحب ليك تاني، انتوا الاتنين هتحبوا، عارفين لما تكون كأنكم بتحبوا بعض من اول وجديد، الحب في اوله، في اول العلاقة خالص اللي بيبقى يعني كوكو خالص، كيوت قوي ده، حاجة كده. وفي حالات معينة ممكن يكون فيها حمل، الكارت ده بياخد المعنيين دول، مشاعر جديدة حلوة جدا، قوية جدا، صادقة جدا جدا، او مولود جديد. فبصوا هي الدنيا كانت عاملة ازاي، بس بتتحول، كل حاجة بتتغير، ادوا بس الموضوع وقت. انا حاسة بيك يا ثور، وحاسة بالالم اللي انت فيه، انت زعلان ومحتاج طردية، طردية ورد اعتبار، عايز تبعد، تسيب العلاقة كلها وتمشي خلاص، ما بقتش قادر. شايف شريكك اما مسافر او بيسافر كتير او بيبعد عنك، غير بيته، ان هو ما بقاش بيتك، انت ما بقتش بيته. اقصد الطاقة ما بينكم فيها خناق كتير واطراف كتير، مش بس خناق كتير، لا ده في ناس كتير، في شارع ملموم، وناس بقى كل واحد بقى عمال يبدي رأيه، والدنيا ولعة. شريكك عايز يعني مع دماغه خالص، مش عايز ازعاج، نرجو عدم الازعاج، وعايز علاقه ثلاثيه يجمع ما بين شخصين. شايفك ازاي؟ مستكين، طاقه ابداع، قصدي طاقه طاقه روحانيه، حاجه فيها روحانيه، اما بتتعبد كتير او بتتامل كتير، او انا شايفها ان انت فوضت امرك لربنا خلاص، وايه واستسلمت.
صح، برافو، بشكرك يا موني جدا. اللي انا شايفاه اللي هيحصل كالاتي: في عمليه اصلاح هتبتدي تحصل، وافريقيا دي هتبقى من الكبار من الكبار، قعده صلح. بعدين هيبقى في اختيار، اختار يا دي يا دي. وبعدين مشاعر جديده هتتولد بين الثور وشريكه، مشاعر جديده كانه حب جديد ان شاء الله، وعفى الله عما سلف. بس مستمتعة حبيبتي يا نور. انتي جميلة، ان شاء الله هترجعوا لبعض بإذن الله يا ماريا، ان شاء الله. طيب انا عايزة ابص على حاجة بس. ياسمين if you're watching، مش هعرف اسمع الفويس دلوقتي، اما اخلص هسمعها. بس الدنيا تمام. thank you يا رندا. طيب يا زلوى، على حسب تاريخ ميلادك حبيبتي، انا بقول التواريخ قبل ما، يعني في كل مجموعة بقول التواريخ بتاعتها ايه. طيب يعني يا جماعة، الجروب بتاع استغفر الله العظيم وشرك بالله كتير قوي النهاردة. رحوم، ميرسي يا حبيبتي قوي، ميرسي يا امي جدا جدا، بشكرك يا مالك. يا غالية بسألك، حاضر والله هنقول يا سامح من عينيا الاثنين. اوكي، بشكرك يا سونيا قوي قوي قوي. اوكي، هو انا المرحلة بتاعت الحمام ايه، وشها اتقلب خالص؟ لا يا بنتي والله خالص، بالعكس. والله صح، انا فوضت امري لله. كويس جدا والله، يعني انت يعني مين احسن من متفوضي امرك ليه؟ هو هيدبر لك كل امورك، ارمي بس حمولك عليه، ما فيش دعوه. نفسيتي يعني نفسها كده، معلش هتتظبط هتتظبط ان شاء الله، كل حاجه اوكي. تعالوا نشوف بقى المرحله الثالثه اللي هقول تاريخها دلوقتي، من الموضوع اللي لسه مش عارفين موضوع المرحله دي. المرحله الثالثه بتاعت برج الثور بتبتدي من 10 لحد 20 مايو. تعالوا نشوف حالته العامه، اخبارها ايه. وانا بحبك قوي يا ام عبد الله، تسلمي لي. ايوه، جميل، الله. بصوا يا برج الثور، اللي داخل مشروع وهيبتدي مشروع جديد، اي حاجه فيها استثمار في البيت او شراء او اي حاجه من الحاجات دي، سوري يا جماعه، اي حاجه من الحاجات دي بليز اجلها شويه. في هنا طاقه ان هو حاجه انت حاطط اساسها وهتبتدي تكمل عليها، وواضح انها حاجه تخص الفلوس، لان 3 اوف بنتكلز اهم، 3 اوف بنتكلز فلوس، يعني في خسارة ملاصقة ليها. أرجوك لو بتعمل أي حاجة فيها استثمار أو فيها فلوس، وقف دلوقتي، استنى استنى الشهر الجاي على الأقل، يعني والله أعلم. نايت أوف كابس، في رومانسية هنا عند الثور. نايت أوف كابس، أيوه حبيب ظريف، بتهتم، كلامك حلو، الدنيا عندك ظريفة. المجموعة التالتة عندنا ذا ستار، النجم. الموضوع ما يخلاش برضو من شوية حيرة، بس مش هتطول، يعني حيرة في القصير كده، يعني مجرد مش بتفكر في الموضوع نفسه، في صلب الموضوع، لا شوية رطوش كده حواليه، اعمل ده دلوقتي ولا استنى شوية، بس شكلك واخد قرار. قدامي عيلة جديدة اهو، 10 اوف بنتكلز، عيله جديده للناس اللي لسه ما ارتبطوش. بالنسبه للاستاذ الرومانسي ده، الفارس ده اللي راح يتقدم شكله، والعكس البنت اللي جاي بتقدم لها. شايف قدامي اتمام للمراسم دي باذن الله، وبدايه عيله جديده. الناس اللي متجوزين اوريدي فهم
بيتهم عامله كده بالظبط، اب وام واقفين جنب بعض مع بعض، ولاد بيلعبوا والشمس طالعه وخضار وحاجه حلوه قوي قوي ما شاء الله، طاقه حلوه جدا جدا، الطاقه الاسريه عند التور في المرحله دي شكلها كويس قوي ما شاء الله. الامبراطور برضو طالع عند التور هنا، حاسس بقوه وحاسس ان هو بقى عنده قوه وثبات كافي ان هو اللي يرسم الخطوط، هو اللي يقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بناز صلبه قوي ما بيتهدش ان شاء الله. اللي حصل وقعت عليه الخساره دي خلاص، فلنفرض انها وقعت بالفعل او مش ما ينفعش تجنبها، في بعدها ان شاء الله تعويض سريع. تعويض مادي، يعني الحمد لله الحاله الماديه هتتعوض، الخساره هتتعوض بسرعه ان شاء الله. بس هنا في انا شايفه برضو طاقه خوف، واضح ان الثور كله بيعاني من مشكله في النوم، مش لازم يكون خايف من حاجه الثور، بس هو النوم عنده مش متظبط، يعني هو في ابراج معينه في فعلا في اوقات من السنه اليوم النوم عندهم بيبوظ، مش لازم يكونوا متوترين، مش لازم يكونوا بيفكروا في حاجه، بس النوم عندهم بيبقى مش ظريف. بس ما تقلقوش، دي لو ما فيش سبب يعني للقلق اللي بيصحيكم من النوم ده ان شاء الله هتعدي وتروح لوحدها. في كمان كوين اوف سوردز، قوه برضو، عمال تاخد قرارات بعقلك، مش عارفه ليه العيله السعيده دي اهي شكلها هيحصل عندها شويه مشاكل او لخبطه. ايموشنز، الثور هيبتدي يفكر بعقله بس في العلاقه، مش الاثنين، نو نو نو، بس عقله بس. هياخد قرار صعب، بس ارجوك وانت بتاخد القرار الصعب ده يا ثور يبقى ذهنك صافي، ما تاخدوش بانفعال وانت في وقت انفعال، لان في حاجه هيترتب عليها انت بتاخد قرارات. انا شايفه اما ان هو بتاخد شريطك وتبعده عن المشاكل، مشاكل يعني هي براكو براكو بره العلاقه، مشاكل عندكم فانت بتاخده وبتبعده، تروح مكان اكتر هدوء، او انت اللي بتمشي لوحدك، قررت ان انت انا مش بقى انا خلاص انا المشاكل دي انا مش قدها ومش عايزها، وفعلا بيشد الرحيل، رايح عايز يروح لمكان اكثر هدوء، يعني مش حاسه بطاقته بشويه فراق، حسدت ولا ايه؟ لسه بقول عيله حلوه وعيله مترابطه، حاجه شكلها حلو جدا. الله اعلم، الموضوع مش لازم ينطبق على كل الناس، يعني الناس اللي الحاله عندهم العاطفيه كويسه الاسريه، عشان دول عيله خلاص، الاسريه عندهم كويسه خلاص افتكر الدنيا عندكم تمام. الناس اللي عندهم لخبطه، الثور في الحاله دي عمال يبتدي يفكر بعقله زي ما قلنا، ومنحي قلبه خالص وعمال يحسبها يعني واحد واحد واحد، وقرر انه هيبعد عن المشاكل دي كلها ويديها ظهره، باي انا ماشي. طيب هلخص القرايه بسرعه، الناس اللي داخله على بزنس او عايزين يعملوا اي استثمار مهما كان صغير او كبير، في خساره جايه الشهر ده والله اعلم، يا رب ما تيجي ابدا، يعني يا ريتها تيجي في خساره ماديه، بس تجنب اي استثمارات او اي حاجه فيها فلوس الفتره دي. في حاله رومانسيه بتحصل للناس السنجل، الناس السنجل اللي لسه ما اتجوزوش، في حد بيابروتش يعني رايح وبيعرض عرض، وشكله ان شاء الله هيتقبل وبدايه عيله جديده. في قوة الحمد لله، في حد الثور حاسس بقوة في شخصيته وفي طريقة تفكيره وتصرفه في الأمور، في تطور في حالة مادية، بس في شوية مشاكل في النوم، الثور مش بينام كويس، يمكن مخاوف، يمكن كوابيس، بتجيله حاجات كده مش ظريفة وقت النوم وبيصحى كتير. للجزء اللي عنده مشاكل في العيلة في الأسرية يعني، فهو منحي مشاعره خالص 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 وهو بياخد القرار ده، وابتدى فعلا ياخد قرارات وقرر بالفعل ان هو يبعد. طيب تعالوا نشوف بقى الناس اللي في علاقة بالفعل اخبارهم ايه عاطفيا. طيب ماتا حبيبي بلاش حرام عليكي والكلام ده، والله بصي انا اللايف لازم يمشي بالسيستم اللي محطوط، احنا دلوقتي فاضل لنا قرايه العاطفيه بتاعت المجموعه الثالثه،
وهناخد القرايه المجانيه اللي كسبت معانا النهارده، وبعدين هنسحب كروت. فان شاء الله اسحب لك. بليز يا لولا خدي سكرين شوت من معنى السباعي. اكتبي يا حبيبتي برجك، واكتبي اسمك ايه، واسمك وايه سؤالك. اوكي مفيش مشكلة يا دينا، لو بتنطبق عليكي الأولى يبقى هي دي حبيبتي قرايتك. أنا مقسماهم علشان ناخد أكبر عدد من الحالات الممكن، مش ممكن قراية واحدة هتنطبق على برج بأكمله، مستحيل. عشان كده أنا قسمتها التلاتة. في الأغلب بتنطبق على حسب التاريخ، على حسب البرج، بس مش شرط. لو الأولى انطبقت معاكي أكتر يبقى هي دي بتاعتك. انا شايفه يا سامح ان في كل مشكله في المرحله الاولى والثانيه نهايه القراءه بتبقى الدنيا هتتعدل باذن الله، هتتعدل قريب جدا. انتوا بس تفائلوا خير، اعتبروا ان اللي انتوا عايزينه حصل خلاص. يعني حط في دماغك كده ايا كان اللي انت مستنيه ان هو يتظبط، حسس نفسك، اقنع نفسك ان هو حصل بالفعل، حصل خلاص، اجذب الطاقه ليك. فاهم قصدي؟ قانون جذب والله العظيم صح، وانا مجرباه بنفسي. بشكرك يا احمد جدا جدا. فضلك اسحبي لي كارت اطمن على والدتي. عاوزه سؤال اسمع، عايزه تطمني على والدتك حبيبتي؟ طبعا اكيد. بشكرك يا دودي. طب حبيبتي ممكن برجها، يعني ابعتي لي برجها. لولي لولا قصدي، بليز. دودي لا مش دودي، اسمها ايه؟ اسماء عامر. ممكن تاخدي سكرين شوت من سؤالها اللي هتسأل تطمن على مامتها، هي ناقصها البرج بس، واسحب لها كارت حاضر من عينيا الاثنين. طيب يلا نشوف بقى حالته العاطفيه ايه. اللهم اجعله خير يا رب. جميل. طيب عايزه اقول لكم ان الطاقه مش حلوه خالص، طاقه حزن والم. بسم الله الرحمن الرحيم كده، حزن والم. بس ما تقلقوش، الدنيا ان شاء الله هتبقى كويسه. الثور شايف ان العلاقه مش ثابته، يعني هي كل شويه بحال اللي هو ايه، ترقص كده شويه، احس انها علاقه قويه، شويه احس انها علاقه ضعيفه جدا، اقل حاجه ممكن تضيعها. نفس العلاقه دي تقوى كده وتثبت على رجليها كده وتبقى علاقه زي الناس. كينج اوف بنتكلز، يمكن تكون في مشكله ماديه عند الثور. لو ما هياش مشكله ماديه فشريك الثور في المرحله دي بخيل عليه جدا في حاجه، مش بيديهاله. ممكن تكون اهتمام او مشاعر، وممكن تكون مادة فعلا، فلوس فعلا، دخيل عليه جدا. الثور شايف شريكه ازاي؟ شايفه ان هو في ناس بتأثر عليه، يعني مش هو اللي بيفكر، في ناس هي اللي بتفكر له وهو بيتأثر بيهم جامد. شريكك بقى عايز ايه؟ انا شايفة ان شريكك عارف فين اللي هو متقمص دور الضحية، عايز تقمص دور الضحية اللي هو انا يعني انا شمعة تحترق من اجل الاخرين. طب فين يا سيدي؟ مش عارفة يعني هو وليه دخل نفسه في الحتة دي يعني، بس يمكن يكون حاجة انت مش واخد بالك منها يا تقول، يمكن يكون فعلا هو مضحي بشيء بس انت مش واخد بالك. نفسه برضو في توازن في العلاقة. شايفك ازاي؟
شبك بتمر بموقف صعب، ده موقف صعب، اما انه انت شخص متدين جدا او قربت من ربنا جدا في الفتره الاخيره، ابتديت تتدين جدا وتتعبد كتير كتير كتير، ابتدى يشوفك بالصوره دي. ايس اوف بنتكلز، لو كانت المشكله مشكله ماده عند التور وشريكه، هي فعلا فلوس، اوكي ابشر يا تيمور، ايد ربنا وباب رزق. لو كانت أزمة مشاعر وأزمة اهتمام والحاجات بتاعتنا دي، فهو برضو دي إجابة لنفس السؤال، يعني كده رشة طاقة تديك الأحاسيس اللي أنت محتاجها. وشايفة أهو في حد شريك بيقدم للتاني شيء، وأكيد ده أنت يا طول ده شريكك بيقدم لك يعني حاجة، الحاجة اللي أنت كنت مفتقدها. يعني لو هي كانت مشكلة فلوس وهو بخلان عليك بفلوس، فهيبتدي يديك لأن ربنا فتحها عليه، يعني الحمد لله بقى ليه باب رزق جديد فهيبتدي يعوضك. بصوا جايين ورا بعض أهو، أهو ده باب رزق جديد هنا بيبتدي يديك حاجات ويعوضك عن الوقت اللي فات. نفس الحكاية بالنسبة للمشاعر. شايفة قدامي إن أنتوا هتبتدوا ترسموا هدف تروحوا له، الموضوع ده هيبتدي يخلق قدامكم هدف ان انتوا تسعوا له وان انتوا تروحوا له. قرايه برده حلوه جدا جدا جدا. طيب بالنسبه، معلش عايزه ارد بس على ابو عايد، انا مش برد على ناس وناس والله، انا برد في الوقت اللي بين القراءه والقراءه الثانيه، لان ما ينفعش ارد على كومنتس في وسط القرايه عشان ما اقطعهاش. مفيش حد احسن من حد، كلكم حبايبي وكلكم منوريني. لو ما جاوبتش على سؤالك ارجوك كرره تاني. التور عايز ايه؟ شايف العلاقه بترقص مش مستقره، عايز استقرار اكتر، اما ان هو في الحاله الماديه عنده مش كويسه ونفسه الحاله الماديه تكون احسن وشريكه يقدم له يساعده ماديا اكتر او يدعمه ماديا اكتر، او حتى ممكن يكون زي ما قلنا معنويا والمشاعر والحاجات دي. شايف شريكه ازاي؟ زي ما قلت لكم شريكه في ناس بتاثر عليه، هي اللي بتتكلم بداله، فاهمين قصدي؟ يعني هو بيسمع وبينفذ. الطاقه وحشه قوي، فيها عاصفه، انتوا داخلين دي عاصفه، القلب معصور، عصره وحشه، يعني اللي هو انت صعبان عليك نفسك في المرحله دي. شريكك ما تفهمش بقى، يعني عايز يبين ان هو المضحي، ان هو انا غلبان، انا بعمل كل اللي اقدر عليه، وشمعه تحترق من اجل الاخرين. يمكن يكون ده بالفعل، على فكره انا ما بتريقش، ممكن يكون ده فعلا، ودي استطاعته، ومش قادر يديلك اكتر من كده، مش بخل منه، بس هي دي مقدرته. فاهمين قصدي ايه؟ برضو عشان الموضوع ما يتفهمش غلط. نفسه العلاقه تكون فيها اكثر توازن، وفي نفس الوقت برضو انا سحبت كارت زياده، عايز يهرب من المواجهه، مش عايز يتواجه لانه ما عندوش حاجه يعملها.